خطة إطلاق الصواريخ باتجاه جزيرة غوام الأمريكية، ويقول إنه سيراقب أفعال الولايات المتحدة قبل اتخاذ أي قرار. لافروف يعلن خلال استقباله حفتر دعم موسكو للتوصل إلى حل سياسي مع السراج لإنهاء الأزمة الليبية. انتهاء عملية إجلاء مقاتلي المعارضة ولاجئين سوريين من جرود عرسال في لبنان إلى سوريا. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة. أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اطلع على خطة إطلاق صواريخ باتجاه المياه القريبة من جزيرة غوام الأمريكية. قال إنه سيراقب أفعال الولايات المتحدة لفترة أطول قبل أن يتخذ قرارا. في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن الجيش قادر على تحديد هدف أي صواريخ قد تطلقها بيونغ يونغ باتجاه الأراضي الأمريكية بسرعة كبيرة. بينما دعا الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي إلى استخدام وسائل سلمية لإنهاء الأزمة مع كوريا الشمالية، داعيا إياها إلى الامتناع عن أي عمل استفزازي. عشرات الأمتار هي عرض الحدود الفاصلة بين شطري شبه الجزيرة الكورية، فهو لا يتجاوز رمية حجر فضلا عن أن يتجاوز مدى قذيفة مدفع. على بعد كيلومترات من الحدود تقع عاصمة كوريا الجنوبية سول. الشحن النفسي في المدينة يكاد يمنع سكانها من التنفس. الجميع قلق بشأن مناورات مشتركة وشيكة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لكن الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن يحاول طمأنة مواطنيه. يجب ألا تكون هناك حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية، وأيا كانت التقلبات التي نواجهها فيجب حل مسألة كوريا الشمالية النووية سلميا. أنا متأكد من أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الوضع الحالي بهدوء ومسؤولية، وستتبنى موقفا مثل موقفنا. وبينما كان مون جي إن يحاول تهدئة روع مواطنيه، كان وزير دفاعه سون يونغ مو يلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد. لقاء قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه لتأكيد التزام الدولتين بتحالفهما الاستراتيجي والعسكري. تطمينات بصيغ مختلفة، لكن تكرارها يثير مخاوف الشارع الكوري الجنوبي والعالم. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم بلاده لما وصفها بالجهود التي يبذلها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية مع خصمه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. من جهته دعا حفتر موسكو إلى لعب دور في المحادثات الليبية، وقال إن قوته تعتزم مواصلة القتال حتى السيطرة على كافة الأراضي الليبية والقضاء على ما وصفها بالإرهاب. في مطبخ صناعة السياسة الخارجية الروسية، حط الضابط الليبي المتقاعد خليفة حفتر الرحالة، زيارة يأمل من خلالها الحصول على دعم موسكو في مواجهة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج. الملفات كانت حاضرة: مكافحة الإرهاب ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا. ومن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سمع حفتر تأكيد موسكو على دعم جهود الوساطة الأممية لحل الأزمة السياسية في هذا البلد المضطرب. لافروف شدد على ضرورة مواجهة ما أسماه التطرف. لسوء الحظ لا يزال الوضع في ليبيا صعبا، ولم يتم التغلب على تهديد التطرف في وطنكم، ولكننا نعرف عن الإجراءات التي يجري اتخاذها، ونؤيد بقوة تكثيف عمليات الحل السياسي والاستعادة الكاملة لسيادة بلدكم. حفتر الذي بنى ثقله السياسي على دعم دول إقليمية وقوة عسكرية ضمنت له مكانا في رمال السياسة الليبية المتحركة، أكد خلال اللقاء عزمه المضي في القتال حتى السيطرة على كافة الأراضي الليبية والقضاء على ما أسماه الإرهاب. وقد توجت مؤخرا تلك المعارك بإعلان تحرير مدينة بنغازي
من المجموعات الإرهابية وبسيطرة الجيش على الموارد والحقول النفطية وعلى ما لا يقل عن 90% من مساحة ليبيا. تصريحات تنسف مواقف سابقة لحفتر تحدثت عن انخراطه في العملية السياسية توجت بلقائه في باريس في 25 يوليو تموز الماضي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لقاء اتفق خلاله الرجلان على بيان من 10 نقاط تعهدا فيه على وقف إطلاق النار ونزع السلاح وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في العام 2018. انتهت عملية إجلاء مجموعة من مقاتلي المعارضة واللاجئين السوريين من وادي حميد في جرود عرسال الحدودية بين لبنان وسوريا، وغادر نحو 300 مقاتل ينتمون إلى سرايا أهل الشام، فضلا عما يقرب عن 1500 لاجئ سوري غادروا الأراضي اللبنانية، وذلك بموجب اتفاق جاء بعد هجوم لحزب الله على مواقع المعارضة الشهر الماضي. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبنانية أن القافلة الأولى انطلقت صباح اليوم باتجاه الحدود اللبنانية السورية على أن تتولى السلطات المعنية في سوريا تأمين وصولهم إلى منطقة رحيبة في ريف دمشق الشرقية والتي لا تزال تحت سيطرة المعارضة السورية. اندلعت معارك عنيفة في مدينة الراقة السورية بين المسلحين الأكراد ومسلح ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، وتركزت المعارك داخل المدينة القديمة في الراقة، حيث يحاول مسلح ما يعرف بتنظيم سوريا الديمقراطية تضييق الخناق على مسلحي الدولة في محيط المدينة القديمة بهدف فرض حصار عليهم. كما تواصل طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصف الأحياء السكنية في الراقة التي يتحصن داخلها مسلح تنظيم الدولة الإسلامية. في شأن سوريا أيضا، أفادت مصادر إعلامية أن مقاتلي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية سيطروا أمس على قرية العطشانة في ريف الراقة الشرقية بعد معارك مع قوات النظام السورية. وكانت قوات النظام قد أعلنت السبت الماضي سيطرتها على الرقة أو على القرية بالإضافة إلى 5 قرى أخرى ضمن حملتها للتقدم باتجاه مدينة دير الزور. يأتي ذلك بعد تأكيد قوات النظام إحكام سيطرتها على مدينة السخنة في ريف حمص الشرقية والتي تبعد نحو 50 كيلومترا عن حدود محافظة دير الزور، والتي تعد أيضا معقلا رئيسيا لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. إلى العراق الآن، إذ أفاد مصدر في الشرطة الاتحادية العراقية أن وحدات من قوات الرد السريع تحركت باتجاه قضاء تل عفر ضمن استعدادات القوات العراقية للبدء في معركة استعادة القضاء الواقع غربي الموصل من قبضة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. إلى ذلك قال مصدر عسكري عراقي أن 6 فصائل من الحشد الشعبي تستعد للمشاركة في معركة تل عفر إلى جانب القوات العراقية. معدات عسكرية ثقيلة ووحدات من قوات النخبة جهزت في انتظار ساعة الصفر لبدء العملية، وهذه المرة صوب قضاء تل عفر الواقع غرب مدينة الموصل استعدادا لمعركة استعادته من سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. قائد الشرطة الاتحادية يؤكد أن وحدات مقاتلة من قواته ومن الفرقة الآلية المدرعة باشرت عمليات التمركز في مواقعها القتالية المحددة لها استعدادا لما وصفها معركة التحرير القادمة. نريد أن نتحدث بشكل واضح. بالجهة الأخرى، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي في العراق أحمد الأسدي بمؤتمر صحفي عقده في بغداد إن غالبية فصائل الحشد ستشارك في عملية تحرير قضاء تل عفر تحت غطاء جوي عراقي حصرا، لأن الحشد لا يقاتل تحت غطاء جوي من قوات التحالف. لا توجد توقيتات كما تعلم، لكننا نتوقع أن المعركة في تل عفر لن تكون سهلة، المعركة ستكون صعبة. نتهيأ بكل ما تحتاجه هذه المعركة من مقدمات. الدواعش في تل عفر محاصرون منذ ما يقارب 8 أشهر. الأسدي أوضح أن فصائل الحشد الشعبي تحركت خلال الأيام الماضية نحو مناطق غرب الأنبار باتجاه الحدود مع سوريا بهدف إغلاقها والسيطرة عليها بشكل تام.
جبهات القتال في المنطقة يبلغ طولها نحو 60 كيلومترا وبعرض نحو 40 كيلومترا. تغطي تل عفر مركز قضائها الذي يشمل تل عفر وبلدتي العياضية والمحلبية فضلا عن 47 قرية، وهي مناطق محاصرة منذ أكثر من 8 أشهر. الحشد الشعبي مشارك بفاعلية ومشاركة أساسية في عمليات تل عفر، وسيشترك في جميع محاور العمليات، وستكون حتى انطلاقة التشكيلات والقطعات الأخرى ستنطلق من حيث يتواجد الحشد الشعبي أيضا باعتباره منتشر في أغلب المناطق التي تحيط بقضاء تل عفر. في المقابل يواصل من استطاع من المدنيين النزوح عن تل عفر والمناطق المحيطة بها نحو مناطق أكثر أمنا، وخوفا من معركة سيحبس الجميع أنفاسه خلالها، خشية تكرار ما حدث في الموصل من تصفيات وانتهاكات بحق المدنيين على أيدي الحشد ومقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة، والذين أصبحوا في تل عفر أمام خيارين، إما القتال للنهاية أو الاستسلام. أكد وهاب الطائي مستشار وزير الداخلية العراقي قاسم العرجي أن الداخلية العراقية لم تنفي في بيان لها طلب السعودية من العراق التوسط لدى إيران لتحسين العلاقة معها. وقال الطائي في تصريحات للتلفزيون العربي أن الطلب السعودي جاء على لسان ولي العهد محمد بن سلمان خلال زيارة وزير الداخلية للسعودية، وكذلك على لسان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى المملكة. الداخلية لم تنفي ببيان إطلاقا. الكلام الذي تحدث به معالي الوزير هو نعم حقيقي وصادق، وحين كنا في زيارة للمملكة العربية السعودية وأنا كنت مع معالي الوزير وباللقاء مع ولي العهد محمد بن سلمان، كان هذا الطلب في بداية اللقاء وكان طلبا رسميا واضحا لا غبار عليه. قبل ذلك زيارة السيد رئيس الوزراء إلى السعودية ولقائه بالعاهل السعودي، وقد طلب أيضا منه هذا الطلب، لأنه الجميع يعلم ويفهم أنه أي تقارب بين المملكة السعودية وإيران سينعكس إيجابا بالتأكيد على الوضع في الداخل العراقي. إلى التطورات في اليمن، حيث تجددت المعارك بين مسلحي الحوثي وصالح من جهة والجيش والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. وأكدت مصادر ميدانية مقتل 11 مسلحا من جماعة الحوثي وصالح وإصابة نحو 15 آخرين أثناء تصدي الجيش والمقاومة لثلاث هجمات على مواقعهم في مناطق طوال السادة وبئر دعمك والصفراء بمديرية عسيلان. في المقابل قالت مصادر في الجيش والمقاومة الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إن 4 من أفرادها قتلوا، فيما جرح 9 آخرون خلال هذه الاشتباكات. نشرتنا متواصلة معكم من التلفزيون العربي، تتابعون فيها بعد الفاصل. هجوم على مطعم تركي في بوركينا فاسو يسفر عن مقتل 18 شخصا. أهلا بكم من جديد. قال أسامة حمدان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس إن هناك لغطا كبيرا حيال زيارة وفد من الحركة إلى إيران مطلع الشهر الحالي. وأوضح حمدان أن حماس منفتحة على جميع الأطراف شرط لا يكون الدعم مشروطا. وفي السياق المنفصل أشار حمدان إلى أن بعض الأطراف تسعى إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل بينما تتعامل مع الأخ العربي بقسوة غير مبررة. بالنسبة للزيارة وتوقيتها، أنا أعتقد أيا كان توقيت الزيارة إلى طهران سيثير هذا عند كثير من الأطراف لغطا غير مبرر. حركة حماس لها علاقة مع طهران وهي علاقة قديمة ممتدة منذ أكثر من عقدين ونصف من الزمان، وهذه العلاقة سعينا لتطويرها دائما، وسعينا مؤخرا لإخراجها مما اعتراها من بعض الارتباك نتيجة تطورات الإقليم. أستطيع أن أقول أننا منذ أكثر من عامين استعدنا وضع هذه العلاقة بشكلها الطبيعي، وزيارة الأيام الماضية إلى طهران كانت جزءا من هذا المسار الطبيعي في العلاقة بين الحركة وبين إيران.
كشفت القناة الإسرائيلية أمس النقاب عن مساع يبذلها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتشريع قانون يسمح لها بإعلان الحرب أو الحملات العسكرية دون الحاجة لموافقة الحكومة أو كامل أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية والمعروف باسم الكابينت. الانفراد في إعلان الحرب وخوضها بشكل فوري دون تعقيدات سياسية وبيروقراطية هو ما يسعى وراءه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فتعديل قانون الأساس الذي يطالب به يتيح شن حملات عسكرية بموافقة رئيس الحكومة ومجموعة من أعضاء المجلس الأمني السياسي المصغر دون الحاجة لا لمصادقة الحكومة أو كامل أعضاء المجلس الوزاري المصغر. يتوقع البعض أن يمر هذا التعديل في ظل تبوؤ مسؤولين شديدي التطرف أهم المناصب والمقاعد في وزارة القضاء والحكومة والكنيسة. الآن ائتلاف الحكومة الموجود عنده ممكن يمشي مع نتنياهو بكل بساطة. ائتلاف معظم الحكومة معظم الكنيسة الإسرائيلية هي كنيسة يمينية ومستوطنين وأمام فتح الاستيطان لهم بكل حرية ممكن يسترضيهم، فكان بيبحث في حاجتين طبعا، إما على غزة وإما في لبنان، والآن يستشعر الخطر في لبنان هو بشكل خاص في الجهة الجبهة الشمالية. يعتقد مراقبون في كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أن نتنياهو جاء بالفكرة ضمن محاولاته لصرف أنظار الرأي العام الإسرائيلي عن تهم الفساد التي تثقل كاهله وتعرض حياته السياسية للخطر، الأمر الذي بدأه بمحاولة فرض حواجز إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى. أفضل طريقة للهروب من الملاحقة القضائية والفساد الذي وتهم الفساد التي يوميا تزداد عليه هو بهذا التصعيد بالموقف وليكسب الشارع الإسرائيلي واتجاهات اليمين المتطرفة والعنصرية في إسرائيل. ويعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي طرح مشروع تعديل بعد عودته من جولته في أمريكا الجنوبية مطلع الشهر المقبل. الموعد المفترض لطرح فكرة نتنياهو بشكل رسمي سيأتي بعد أيام قليلة من زيارة الوفد الأمريكي للمنطقة، ما يوحي بسعي نتنياهو لنيل مباركة البيت الأبيض وبوجود تشبيك دائم للمواقف الإسرائيلية والأمريكية على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية. بشار صغير، التلفزيون العربي، القدس. فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري استثنائيا اليوم لعبور نحو 800 حاج فلسطيني من قطاع غزة، ويستمر فتح المعبر حسب هيئة المعابر والحدود المصرية لمدة 4 أيام تنتهي مساء الخميس القادم. مراسلنا في غزة باسل خلف كان عند المعبر وقت فتحه والتقى بأحد الحجاج المتوجهين إلى الأراضي المقدسة. نحن الآن في أولى الحافلات التي تنطلق من هنا من قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى جمهورية مصر العربية لأداء موسم الحج هذا العام. نحو 2500 حاج فلسطيني سيغادرون قطاع غزة على مدار 4 أيام، حيث يفتح المعبر استثنائيا لعبور هذه الحافلات. هنا نتحدث مع أحد الحجاج. مرحبا بك حاج، كم لك مسجل وما هو شعورك وأنت تخرج اليوم؟ والله مسجل لي 8 سنوات والحمد لله رب العالمين، وشعوري من فتح الحج شعور عظيم، والحمد لله أنه المعبر فتح للحجاج هذا العام. الحمد لله. هناك هذا المعبر مغلق منذ نحو 150 يوم تقريبا بحسب وزارة الداخلية، ولكنه يفتح اليوم استثنائيا مع حديث متصاعد حول إمكانية أن يفتح المعبر عقب عيد الأضحى للفلسطينيين العالقين هنا في قطاع غزة أو القادمين إلى القطاع. يضاف إلى ذلك أن حجاج مكرمة خادم الحرمين ستخرج وهي المخصصة لذوي الشهداء، ستخرج في 27 من الشهر الجاري على مدار يومين من هنا من قطاع غزة. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. نبقى في الشأن الفلسطيني، إذ شنت قوة الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية حملة دهم واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 12 فلسطينيا تركزت في محافظات طول كرم والقدس ورام الله وبيت لحم. هذا وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين في مخيم عقبة جبر جنوب غربي مدينة أريحة،
وأضافت أنها عثرت على سلاح محلي الصنع في مدينة يطا جنوبية الضفة الغربية. قتل 18 شخصا على الأقل، بينهم مواطن تركي وآخر فرنسي، في هجوم على مطعم في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو. وأفادت الأنباء الواردة من هناك بسقوط عشرات الجرحى في الهجوم. بدأت العملية مساء أمس عندما هاجم مسلحان لم تعرف هويتهما بعد المطعم، لكن قوات الأمن تمكنت من قتلهما وتحرير رهائن كانوا محتجزين داخل المكان. أزيز الرصاص مرة أخرى في قلب عاصمة إفريقية، هجوم جديد في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو. ثلاثة مسلحين يعتقد أنهم ينتمون للجماعات الجهادية في الصحراء الكبرى يترجلون من سيارة دفع رباعي ويفتحون النار عشوائيا في أحد أشهر مطاعم واغادوغو، مطعم إسطنبول التركي. شهود عيان أكدوا سقوط عشرات القتلى والجرحى في العملية التي تدخلت على إثرها قوات الجيش البوركينابي في محاولة لصد الهجوم وفرضت طوق أمنيا حول المكان. المعلومات الشحيحة عن الليلة الدامية في واغادوغو تؤكد أن من بين القتلى أجانب كانوا يرتادون المطعم، ومنهم مواطن تركي على الأقل، إضافة إلى المهاجمين الثلاثة الذين يشتبه أيضا في أنهم أجانب. ليست هذه المرة الأولى التي تطعن فيها عاصمة بوركينا فاسو في خاصرتها الرخوة، ولن تكون الأخيرة بالتأكيد، حيث تعرض منتجع سياحي في نفس المدينة لهجوم دام في 15 من مايو أيار عام 2016، ما أسفر آنذاك عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح في هجمات تبناها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي ينشط في منطقة الساحل والصحراء ويقض مضجع معظم دول الساحل الإفريقي. ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجماعات التي تنادي بسمو العرق الأبيض التي نظمت احتجاجات في ولاية فيرجينيا مطلع الأسبوع، ما أدى إلى أعمال عنف أودت بحياة امرأة. العنصرية شر، وهؤلاء الذين يتسببون في العنف باسمها مجرمون وعصابات بما في ذلك كوكلوكس كلان والنازيون الجدد والمنادون بسمو العرق الأبيض وغيرهم من جماعات الكراهية التي تبغض كل ما نحبه كأمريكيين. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن البيت الأبيض لم يطلب منها بحث خيارات التدخل العسكري في فنزويلا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن بلاده تدرس خيارات عدة لحل الأزمة في فنزويلا بما في ذلك الخيار العسكري. وردا على ذلك أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإجراء مناورات عسكرية في سائر أنحاء البلاد يومي 26 و27 من الشهر الجاري، بينما أعلن تحالف المعارضة في فنزويلا رفضه التهديد بالتدخل العسكري من أي قوى أجنبية لحل الأزمة. ليلة سعيدة عاشها عشاق ريال مدريد أمس بعد فوز فريقهم على الغريم برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أن قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإيقاف نجم النادي الملكي كريستيانو رونالدو لمدة 5 مباريات أفسد فرحتهم بعد ليلة تاريخية على ملعب الكامب نو. ليلة تاريخية عاشها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء أمس خلال فوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف على غريمه برشلونة في ذهاب كأس السوبر الإسباني. فبعد جلوسه على مقاعد البدلاء ومشاركته كبديل في الشوط الثاني، تصدر رونالدو عناوين الصحف العالمية لأسباب مختلفة، أولها تسجيله لهدف فريقه الثاني في الدقيقة 80 عبر تسديدة ساحرة ليحتفل بطريقة تاريخية تحصل على إثرها على البطاقة الصفراء. أبرز أحداث اللقاء جاء بعدها بدقيقتين عندما تحصل رونالدو على البطاقة الصفراء الثانية بداعي التمثيل بعد التحامه بمدافع برشلونة سامويل أومتيتي على حافة منطقة الجزاء، طرد أفقد أفضل لاعب في العالم أعصابه ليدفع حكم اللقاء ريكاردو دي بورغوس قبل مغادرته المستطيل الأخضر. المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أعرب عن استيائه لبطاقة الصفراء الثانية
واصفا إياها بالقاسية. لا أود الحديث عن حكم اللقاء، لقد قدمنا أداء مميزا ولكني منزعج من قرار طرد رونالدو. لست متأكدا من أنها ضربة جزاء، ولكن الحالة لم تستحق الطرد على الإطلاق. على العموم لا يمكنني تغيير ما حصل، وسنعمل جاهدين على استئناف البطاقة الثانية. رد الاتحاد الإسباني لكرة القدم جاء سريعا، حيث أعلن اليوم رسميا إيقاف النجم البرتغالي لأربع مباريات في الدوري الإسباني، أبرزها مواجهة فالنسيا، بالإضافة إلى غيابه عن مواجهة إياب السوبر أمام برشلونة الأربعاء المقبل، الأمر الذي عكر مزاج عشاق الملكي على الرغم من وضع يد على لقب كأس السوبر الإسباني. اختتمت فعاليات معرض الفنان السوري مضر إبراهيم في مدينة عزاز بريف حلب، والذي تم عرض لوحات فنية فيه جسدت ووثقت الأحداث الدموية الدائرة في سوريا منذ 6 سنوات. التقرير التالي يلقي الضوء على هذا المعرض. قادته ويلات الحرب إلى مخيم للاجئين بعد أن استحال بيته حطاماً. عايش يوميات القتل والدمار والتشريد في سوريا، فلم يجد لذاته المتعبة متكئا سوى الفرشاة والألوان. حاول الفنان مضري تجسيد معاناة الشعب السوري على مدار 6 سنوات برسمها عبر لوحات فنية، من معاناة القصف ودمار البنى التحتية والمدن والتهجير وقسوة الحرب التي عاشها الشعب السوري، بالإضافة إلى سبات الأطفال وبطولات أصحاب الخوذ البيضاء للدفاع المدني والجيش السوري الحر. مضري حسن إبراهيم فنان سوري ألقت الحرب بظلالها على مفاهيمه الفنية والقيمية، فلم يستغل موهبته ليخلف وراءه أثرا على الأرض بقدر ما وظف فنه لخلق ذاكرة بصرية للجرائم التي ارتكبت في حق شعبه ووطنه منذ بداية الثورة السورية. وطبعا نحن بدورنا حاولنا تسليط الضوء على هذا المعرض لإيصال الصورة عبر اللوحات، لأننا قمنا بإيصال الصورة عبر الكاميرات الفيديو وعبر المواد الكتابية، ولكن لم تلقى صداها المؤثر في العالم الخارجي، ونتمنى الله سبحانه وتعالى عبر هذه اللوحات أن تلقى صداها، ونحن مستمرون بدعم هذه المعارض في كافة أرجاء سوريا الحرة. مضري الذي افتتح معرضه الفني المعنون لن ننسى في مدينة أعزاز بريف حلب استطاع توثيق الصفحات الأعصى على النسيان من تاريخ المأساة السورية. نشر في أمان الله.